اول ما تركب عربيه حسام حد هيبعت لها اللوكيشن. تفتح الجي بي اس وتشد على سينا. ايوه يا حبيبي، انا هروح لطنط ناهد وهعمل مشاوير، ما تقلقش عليها لو اتاخرت. اوكي يا حبيبي، باي باي. هيجي لها حد تبعنا يسلمها البضاعة. صد رد على هنا طوالي. طبعا مفيش ولا لجنة في الطريق هتوقف عربية حسام به علام تفتشها. الرخص لو سمحتي. دي عربية النائب حسام علام. طب افتح الشنطة. هو انت مش سامعني؟ بقول لك عربية النائب حسام علام. وانا بقول لك يا مدام افتح الشنطة. ايه ده يا مدام؟ الحاجة دي بتاعتك؟ لا مش بتاعتي. حضرتك جاية منين؟ أنا جاية من الرحاب وراجع الشيخ زايد. يعني مش جاية من راس صدر؟ راس صدر؟ هو أنتوا مين قال لكم؟ اتفضلي معانا يا مدام منار. لا اتفضل معاك. فين؟ انا ما اعرفش اي حاجه وما اعرفش الحاجات دي اتحطت في العربيه ازاي. انا مرات راجل محترم وما ينفعش اتحط في الموقف السخيف ده. اتفضلي معانا، مش هينفع كده، مش هنفضل موقفين الشارع كده كتير. يلا ابوس ايدك ابوس ايدك، انا مش عايزه فضايح. خد كل الحاجات اللي في العربيه وانا بيني وبينك كده هقول لك على كل حاجه. انا متجوزه وجوزي لو عارف هيطلقني وهتبقى مصيبه. طب اعتبرني زي اختك واتحطت في الموقف الزفت ده. مدام انا ما اقدرش اعمل لك حاجه، في بلاغ وناس متابعينك من ساعه ما نزلت من بيتك الصبح. اتفضلي.